اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالجزائر منذ ساعات على وقع خبر محزن تمثل في العثور على الفتاة المختفية منذ يوم وهي جثة هامدة. الضحية والتي تقيم في بلدة بن فريحة بولاية وهران تبلغ من العمر 20 ربيعا، عثر عليه مقطعة بطريقة وحشية. وعم الحزن والأسى في تلك البلدية، خاصة أن الفتاة كانت ستذهب إلى بيت زوجها بعد عيد الفطر مباشرة، ولم يتبقى على عرسها سوى 10 أيام. وسادت حالة من الغضب والسخط بين الجزائريين، وطالبوا بإيجاد الجاني وتطبيق القصاص عليه ليكون عبرة لغيره، خصوصا أن الجزائر تعيش جرائم مماثلة منذ أشهر. وقد انهارت والدة الضحية فور سماع الخبر المؤسف، وأكدت أن من قتل ابنتها قتل انتقاما منها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول هذه القضية الغامضة. إن لله وإنا إليه راجعون.